نعم، نحن نرصد بمشاركة أشقائنا في الإمارات وفي البحرين وفي كل مكان، نرصد الشركات العربية التي تقوم بالتطبيع مع إسرائيل. لذلك مثلا رصدنا بنك أبو ظبي الأول، وهو أكبر بنك في الإمارات، بدأ في الحوار مع بنك لؤمي وبنك هطواعلين، وهما بنكان إسرائيليان متورطان تماما منذ عقود في الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا. وهما بالمناسبة البنكان لؤمي وهطواعلين موجودان على قائمة الأمم المتحدة للشركات المتواطئة في الاحتلال. يعني لذلك مثلا أكبر صندوق استثماري سيادي في هولندا قبل أشهر قليلة قام بسحب استثماراته من بنك لأمي، ذات البنك الذي أقام معه علاقة بنك أبو ظبي الأول. تخيل، تخيل نقنع بنك في هولندا بسحب استثماراته من بنك إسرائيلي لتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك بنك هطواعلين، في المقابل بنك أبو ظبي الأول يقوم بهذه العلاقة. نعم، نتابع هذه الشركات، وقد أصدرنا موقفا واضحا من المجتمع المدني العربي وليس فقط في فلسطين، أننا ندعو لمقاطعة كل شركة، كل مؤسسة تتورط في تطبيق اتفاقات العار والخيانة للقضية الفلسطينية، سندعو لمقاطعتها. وسنبدأ ببنك أبو ظبي الأول، يعني حذرناه وإذا استمر بالفعل وقع اتفاقية مع بنك إسرائيلي سندعو لمقاطعة هذا البنك. ليس من السهل مقاطعة بنك بهذا الحجم، ولكن سيعرف هذا البنك أن نملك إمكانية التأثير في الرأي العام لنؤثر على سمعته ونؤثر على سوقه. يعني لا يستهين هذا البنك بحركة المقاطعة، لأننا ركعنا شركات هائلة من حجم فيوليا وبنوك عالمية ركعت تحت ضغط حركة المقاطعة.